أن نعرف أنه دفن في أو توفي عليه السلام في العهد الأموي وفي عهد معاوية في عهد القول وسط عهد معاوية تماما عام 49 وقيل 50. نعم. فكان معاوية حريصا على إطفاء فضائل أهل البيت، لأنه كان يخطط يعني لأسرته أن تحكم إلى يوم القيامة، كان هذا الأمل. فلذلك عمل على إفراغ الإسلام من كونه يعني أو تحويل الإسلام من كونه نصيرا للظالمين إلى كونه نصيرا من كونه نصيرا للمظلومين. نعم. إلى جعله نصيرا للظالمين. وبقي الفكر الذي أوجده معاوية موجودا يعني بقي في التراث إلى أيامنا هذه. كان بقاء الحسن ودفنه مع النبي عليه الصلاة والسلام كان سيشكل لهم يعني إزعاجا في المستقبل. فلذلك حرص مروان بن الحكم، كان ذاك الأيام الوالي على المدينة سعيد بن العاص، ولكن مروان بن الحكم أيضا كان له الدور الأكبر في منعه في منع بني هاشم من دفن الإمام الحسن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى وطبعا القصة معروفة في هذا، لكن أنا أحب أن أشير إلى نعم شيخنا العفو، لكن بأي عنوان؟ يعني أنا إذا أكون واليا وأمنع إما أنه منع شرعي وإنه منع قانوني وضعي، يعني هناك ضرر على الأمة في العمل الفلاني، فأنا باعتبار أنني أنا صاحب المقام اللي أتحكم أقول هذا شيء فيه ضرر على المواطنين فأمنعه. هل كان في دفن الحسن إلى جنب جده ضرر على المواطنين؟ لا، ليس هناك أي ضرر، إنما هم لا يلتزمون، بنو أمية لا يلتزمون الشرع أو الحقوق في مسألة في هذا المعنى. هم يخشون أنه اندفن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتبه الناس إلى هذا الرجل الرابع الذي مع النبي وأبي بكر وعمر. فطبعا الرموز هذه يعني المشهد فيه رمزية معينة، فحريص معاوية على إطفاء. أصلا معاوية حتى الذين دفنوا من قبل نقلهم، يعني حمزة بن عبد المطلب نبش قبره وأخرجهم مكانه. فالحرص على إطفاء أهل البيت أو يعني معاوية بل حاول معاوية أيضا في منبر النبي نفسه أن ينقله إلى الشام. فأنت تتحدث عن رجل كمعاوية ومروان، قلنا أكثر من مرة أن هؤلاء يحملون أحقاد بدر وأحد. لا ننسى أن أخو معاوية حنظلة بن أبي سفيان قتل يوم بدر، قتله الإمام علي، وعمرو أسره الإمام علي، وجد أخاله الوليد بن عتبة قتله الإمام علي، وجده لأمه عتبة الربيعة قتله حمزة، وقيل الإمام علي شيبة بن ربيعة قتله أيضا أحدهما. فلم يتمكن معاوية ولا أبو سفيان من التخلي عن هذه الأحقاد الجاهلية، فقاموا بعملية مضادة من أيام معاوية. تمت عملية مضادة في طبعا لم يستطيعوا أن ينتقموا من النبي مباشرة، لكن انتقموا من أحب الناس إلى النبي. صحيح. لعن علي على المنابر، لعن أهل البيت على المنابر، نبش قبر حمزة، سمى الحسن، منع الحسن من الدفن بجوار النبي، قتل الحسين. فالانتقام هذا دليل على وجود النفاق في هذه الأسرة. طبعا أبو سفيان حتى قبل معاوية أبو سفيان رفس قبر حمزة وقال ها نحن قد عدنا، إن الأمر الذي تقاتلنا عليه نحن وأنتم ها هم غلماننا من بني أمية يتلعبون به وما أشبه ذلك. إذا أدركنا هذه طبعا للأسف أن الفكر السلفي اليوم، خاصة الفكر السلفي أو كثير منه، لا يعون هذه، هم لا يعون أن هذا لا أن هذا النفاق موجود في بني أمية. فلذلك تمكن منهم هؤلاء الدهاء تمكنوا من العامة وأقنعوهم بأنهم حماة الإسلام وحرفوا لهم دينهم، واستجاب الناس لهذا التحريف وفرغ الإسلام من معانيها الكبرى، من العدالة، من حرية الاعتقاد، من الشهادة لله، من هذه المعاني الكبرى، من الإكرام اليتيم والحظ على طعام المسكين. هذه مكثفة تكثيفا هائلا في القرآن الكريم، لكن لا يشعر بها أحد. وأشغلوهم بأنفسهم من تفاصيل العبادات وتفاصيل الأحكام،
الجبر والتجسيم والإرجاء والترغيب والترهيب والمواعظ والقصص. هذا الدين البديل يعني تم إنشاؤه من العهد الأموي ونجح، هو ما بقي إلى اليوم. هذه السلبية التي نراها في المسلمين هي موجودة من أيام معاوية، هو الذي صنعها واستجاب ووضع لها المحدثين، وضع لها جهاز كامل لوضع الأحاديث، وهناك مراسيم لمعاوية مشهورة في هذا الجانب.